يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بينتم حفظكم الله لنا حقيقة ابن سينا، فما حقيقة الفارابي والرازي والكندي وابن رشد؟ كلهم من هالنوع، عندهم فلسفات وعندهم أشياء، خصوصا الفارابي أشد. نعم. وهل صحيح أن الإمام الذهبي قد ذكر أن ابن سينا قد رجع عن مذهبه؟ الله أعلم، مسألة أنه رجع وما رجع الله أعلم. نعم.